كابتن عبد الحميد حسن، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، اجواء خاصه طبعا هنا في الاسكندريه، مستعدادات مكثفه لفريق النادي الاهلي نهائي الكاس الاهلي والمصري. كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي في هذه المباراه، مباراه زي ما اتكلمنا يمكن جوانبها كتيره جدا، نهائي الكاس، مباراه المصري، النادي الاهلي كمان غايب عنه هذا الكاس، كاس مصر منذ 10 سنوات، فيمكن المباراه ليها تركيز كبير جدا عند جمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. لو بكلمك كمان النهارده على اخيرا المران الاخير على احد الملاعب الخاصه بها، فنادق هنا برج العرب، يمكن كمان كان متوقع ان احنا نتدرب في ملعب برج العرب الفرعي، لكن يمكن طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ النهارده يمكن سالناه استفسرنا منه، قال النهارده يمكن حجزنا احد الملاعب الخاصه، الملاعب اللي طبعا في احد الفنادق هنا ببرج العرب. التمرين النهارده كان قوي جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي، كان في تحذير كبير من الكابتن حسام البدري لكافه اللاعبين قبل المران، عدم التدخل طبعا، يمكن اللعيبه كلها متحمسه بشكل كبير جدا، في حماس شايفينه في المران، في التدريبات، في التقسيمه، فاكيد طبعا زي ما احنا عارفين بيبقى في التحامات كبيره جدا لفريق النادي الاهلي. وكمان النهارده يمكن بسبب يمكن الالتحامات الكبيره دي النهارده شفنا اجاي خرج من اخر المران، يمكن تعرض لكدمه في وجه القدم، لكن اطمنا من خالد محمود طبيب النادي الاهلي على حاله جونيور اجاي، قال طبعا هو هيحط تلج دلوقتي لكن مش هتاثر عليه ان شاء الله، ويكون جاهز في مباراه الغد بالنسبه لفريق النادي الاهلي. كمان باكد لك النهارده يمكن كان بعض المواقع كتبت ان عمرو بركات وحسين السيد مش هيشاركوا في مران اليوم، وكابتن حسام البدري ريحهم من المشاركه، لكن النهارده شاركوا بشكل جيد جدا في التقسيمه في المران بشكل عام، حسين السيد وعمرو بركات. كان في طبعا اخبار ان هم مش هيتدربوا، هيتدربوا غدا في ملعب مختار التتش، لكن بناكد ان هم متواجدين هنا في الاسكندريه مع معسكر فريق النادي الاهلي، وادوا تدريبات جيده جدا اليوم. اختتم كابتن حسام البدري او بدا كابتن حسام البدري طبعا بفتحه، طبعا قراءه الفتح لكل اللاعبين قبل المران، واختتم المران بتقسيمه وركلات الترجيح، يمكن طبعا تالق بشكل كبير جدا كل اللاعبين بدون استثناء بصراحه، اللعيبه النهارده كانت مركزه بشكل كبير جدا، والتحذير اللي انا بقول لك عليه طبعا من الكابتن حسام اثر طبعا على اللاعبين النهارده. اجاي خرج يمكن قلنا في الدقائق الاخيره من المران، لكن اطمنا عليه بشكل كبير ونتمنى له كل التوفيق. باكد لك كابتن ميدو طبعا ان الامور هنا ماشيه بشكل رائع جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي. كابتن حسام البدري كمان محاضرتين النهارده، محاضره اليوم في الساعه 2 ظهرا، ومحاضره هتكون في الساعه 10 مساء. كل الامور طبعا بتصب في نقاط القوه والضعف لفريق نادي المصري. كابتن حسام بيحاول طبعا تحفيز اللاعبين، كل الواجبات الهجوميه والدفاعيه ان شاء الله في مباراه الغد، وبنتمنى اكيد كل التوفيق للنادي الاهلي. لحظات ويتناول طبعا لاعبو النادي الاهلي وجبه العشاء، وبكده بكون طبعا انتهى اليوم بالنسبه لفريق النادي الاهلي، على امل ان شاء الله الاستعداد غدا لمباراه الاهلي والمصري. كده المستمرين معاك طبعا كابتن ميدو هنا من معسكر فريق النادي الاهلي، وان شاء الله غدا من ملعب المباراة، وكل التوفيق للنادي الأهلي بفوز وحصوله على كأس مصر الذي غاب عن النادي الأهلي منذ 10 سنوات. شكرا كريم على هذه التغطية المميزة.